ازيكم؟ انا دكتوره سميره الرفاعي، وان شاء الله هنكون معاكم النهارده في كورس جديد بخصوص السيرجيكال جايد، وفي مفاجاه حلوه قوي. احنا مش بس هيبقى معانا انستراكتور مميز جدا، لا احنا كمان هنتكلم على سوفت وير تاني بحيث ان احنا نسهل اكتر على الناس ازاي يقدروا يعملوا امبلانت بلاننج بالاضافه لمعرفتهم بسوفت وير بلندر فور دنتال. هنحاول على قد ما نقدر نبسط الدنيا خالص. لو انت عندك بيزك نوليدج بخصوص الامبلانت او انت ما عندكش اي نوليدج خالص، هنحاول نخلي الامور سهله وبسيطه من غير ما نفقد برضو المعلومات الاساسيه المهمه ليك وانت بتفكر جوه دماغك كده وانت بتعمل امبلانت بلاننج علشان تطلع سيرجيكال جايد بشكل مميز وبشكل دقيق وسليم. دكتور محمد عبد الله بربوي، او عبد الله يعني الناس عارفاني بعبد الله اكتر. انا من بكالوريوس قصر عيني وماجستير برسودونتكس قصر عيني برضو. معايا الزماله وزميلي الجمعيه العالميه لزراعه الاسنان. بشتغل مينلي امبلانتولوجيست وبرسودونتكس، وبشتغل كلينيكال امبلانتولوجي انستراكتور في كايرو امبلانت اكاديمي مع دكتور عمرو الخادم طبعا استاذنا. طبعا. وكمان من فتره بقيت بلندر سيرتيفايد انستراكتور، فدي حاجه لطيفه طبعا. حبيت جدا الكومبينيشن ما بين الاتوميكا وما بين بلندر فور دنتال. فالسيرجيكال جايد كورس بتاعنا هيبقى متكون عباره عن الجزء الاولاني هيبقى اتوميكا، تمام؟ ده في هنتعلم البلاننج الامبلانس سنجل ومالتيبل وفول ارشز، وهنعمل كمان سيرجيكال جايد للسنجل ومالتيبل وفول ارشز. فيبقى احنا هنخرج من اتوميكا، احنا وي ار ماسترينج السيرجيكال جايدز على اتوميكا، تمام؟ دي حاجه لطيفه جدا وكويسه جدا. اتوميكا فيري فيري يوزر فريندلي، سهل سريع، وطبعا اهم حاجه ببلاش يعني. وبعد كده هنتنقل لما نحس ان احنا خلصنا اتوميكا والدكاتره كلهم بقوا متمكنين منه، هنتنقل لبلندر فور دنتال. بلندر مميزاته ما تتعدش. اول ميزه واكبر ميزه ان هو ملوش ليميتيشنز، اقدر اعمل اي حاجه تخطر في بالي، وده اللي دايما بحاول اقوله في الكورسز، ان احنا يا جماعه انا بعلمكم التولز، بعلمكم الطريقه، بس انت وخيالك تقدروا تعملوا اي حاجه. يعني مجرد ما عرفت الطريقه وعرفت النو هاو تقدر تفكر في اي حاجه تقدر تعملها. فانت وتفكيرك، ودي ميزه بلندر، ملوش اي ليميتيشنز خالص، هو اوبن جدا 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 وملوش اي ليميتيشنز، وتقدر تعمل عليه حاجات كتير. الحاجه الثانيه طبعا سعره معقول جدا، الاكسبورتس ببلاش، وان تايم بيرتشيس وفور لايف، وبينزل له الابديتس كلها، وفي موديولز كتيره. فبلندر يعني حاجه ثوريه في الاسنان في الديجيتال دنتستري. فهنتكلم بعد كده على بلندر، هو اللي هياخد الوقت الاكبر مننا. هنتكلم ازاي برضو نعمل بلاننج وازاي نعمل سيرجيكال جايدز على بلندر، وبعدين بنجمع كل ده عشان نعمل ستاكابل جايد على بلندر، وده مينلي الناس بتدخل عشانه. وبعد ما نخلص الستاكابل جايد ان شاء الله بيبتدي يبقى عندنا حاجات اضافيه زي السابريوسيال امبلانتس وزي الجي بي ار مش، بحاجات زياده كده بنوريهم برضو الافكار اللي ممكن نعملها ببلندر.